صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير، ويا رب يكون صباحكم صباح سعيد، صباح جميل. جاءنا خبر عاجل، وفاة 21 شخصا بحريق ببناية سكنية. أفاد مصدر طبي وفاة 21 شخصا جراء حريق ضلع في بناية سكنية بمخيم جبلاية شمال قطاع غزة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد عن وجود عدد من الوفيات والإصابات نتيجة حريق كبير في إحدى البنايات السكنية بمعسكر جبلاية شمال غزة قطاع غزة. وقال البزم في تصريح أن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع الحريق مع وجود عدد من الوفيات والإصابات. وفي مثل هذا اليوم، يوم الجمعة، اليوم العظيم الذي يجتمع فيه المسيحيين والمسلمين لصلاة وعبادة الله، الجمعة 18 نوفمبر 9 طور، اليوم 9 من الشهر المبارك طور، أحسن الله استقباله وأعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وأخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 325 ميلاديا اجتمع الآباء 318 بمدينة نيقيا في عهد ملك قسطنطين الملك البار، وكان منهم رؤساء الأربعة كراسي وهم الأنبا ألكسندروس 19، وقد صحب معه أثناسيوس رئيس شممستو وسكرتيره الخاص، وأستاسيوس أسقف أنطاكيا، ومكاريوس أسقف أورشليم، أما سيلفستروس أسقف روميا فأنه لكبر سنه لم يحضر، وأرسل اثنين من الكهنة نيابة عنه. وكان سبب اجتماع المجمع هو محاكمة أريوس الذي كان قصا بالأسكندرية، وجدف على ابن الله الرب يسوع المسيح قائلا إنه لم يكن مساويا لله أبيه في الجوهر، وأنه كان هناك وقت لم يكن فيه الابن. فاستقر رأي رؤساء الكنيسة على عقد المجمع، وكان بين هؤلاء الآباء القديسين من هو في منزلة الرسل قادرا على إقامة الموت وإبراء الأسقام أي المرضى وعمل الآيات العظام، وفيهم من عذب في سبيل الإيمان، ومنهم من لمت عيناه أو قطعت يداه ورجلاه أو قلعت أضراسه أو كسرت أسنانه أو نزعت أظافره أو كسرت أضلاعه. وكان من بينهم القديس المجاهد بفنتوس أسقف الصعيد الذي تعذب كثيرا أيام دقلديانوس، إذ قلعوا عينه اليمنى وحرقوا لحم ساقه اليسرى وربطوه بالسلاسل وأخذوه إلى مقاطع الرخام، ولذلك دعي بالشهيد في الكهنة، وكان شيخا قديسا محبوبا من الله والناس، وقد أجرى الله على يديه معجزات كثيرة حدثت بتوسلات وصلاح دعواته. ولما اجتمع الآباء جلسوا على الكراسي المعدة لهم، ثم جاء الملك البار قسطنطين وسلم عليهم مبتدئا بالقديس بوفنتوس الأسقف، إذ احترمه احتراما عظيما حتى إنه إذ قبل بإكرام أثار جراحه. ثم وضع أمامهم قضيب الملك وسيفه قائلا لهم إن لكم هذا اليوم سلطان الكهنوت والمملكة لتحلوا وتربطوا كما قال السيد، فمن أردتم نفيه أو إبقاءه فكم ذلك. وحدث أن كثيرين من الذين أنار الروح القدس عقولهم كانوا يعدون المجتمعين فيجدونهم 319 أسقفا، وإذا عدو القراسي المنظورة يجدونه 318، وذلك إتماما لقول السيد المسيح، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاث باسمي وهناك أكون في وسطهم. واستحضروا أريوس وطلبوا منه إقراره بالإيمان، فجدف وقال كان الآب حيث لم يكن الابن، فلما أفهموه ضلاله ولم يرجع عن رأيه حرموه هو ومن يشارك رأيه واعتقاده. ثم وضعوا دستور الإيمان المسيحي هذا النص: ونؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى،
ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا ونزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم كبرى وقام من بين الأموات في يوم السادس كما بكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي بمجده لدين الأحياء والأموات الذي لا شر يمكن قضاءنا عن نؤمن بالروح القدس. وبعد ذلك ثم اجتمع مع 150 بين دينا القسطنطينية لمحاكمة مقدونيوس عدو الروح القدس، كملوا بقية هذا الدستور وقالوا نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن والناطق والأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة لجميع رسوليها، ونعترف بمعودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين. ومنع من أن يزاد عليه أو ينقص منه، وأمره كافة المؤمنين بقراءته كان وشعبا وشيوخا وصبيانا ونساء ورجالا، وأن يطلب القداسات والصلوات. وبعدما حرم أباء مجمع نيقيا أريوس وأبعدوه عن الكنيسة ووضعوا دستور الإيمان، أصدروا قرارات أخرى بما يلي فيما يختص بميليتس أسقف أسيوط الذي قاوم رئيسه القديس بطرس الشهيد البابا الإسكندري، فقد قرر المجمع حقوق بطريرك الإسكندرية على مرؤوسيه بالقوانين 5 و6 و7. ثانيا حسم النزاع الذي كان بين أساقفة أفريقيا وأسيا الصغرى وبين أسقف روميا حول معمودية الهراتقة، فقرر أن المعمودية التي يجريها الهراتقة بلاطلة بخلاف ما كان يراه أسقف روميا وأتباعه. حدد يوم عيد القيامة إذ قرر أن يكون يوم الأحد الذي يلي البدء، حيث يكون فيه فصح اليهود حتى لا يعيدوا قبل اليهود أو يعيدوا قبل اليهود أو معهم مناط بابا الإسكندرية في تبليغ جميع الكنائس عن اليوم الذي يقع فيه العيد، وذلك لشهرة بطريرك الإسكندرية بسعة العلم والدقة في حساب المواقيت. وثبتوا الكنيسة وأقاموا منار الدين ثم انصرفوا كرسيهم صلوات تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 679 ميلادي تنيح الأب العظيم القديس الأنبا إسحاق بابا الإسكندرية ال41، وقد ولد هذا الأب في البرلس من أبوين غنيين خائفين الله، رزقا بعدما زمان طويل من زواجهما، ولما قدما إلى المعمودية رأى الأسقف الذي تولى عماد صليبا من نور على رأسه، فوضع يديه يد الصبي على رأسه وتنبأ عليه قائلا إنه سيؤتمن على كنيسة الله، ثم قال لأبويه اعتني به فإنه إناء مختار لله، ولما كبر قليلا علمه الكتابة والآداب المسيحية والعلوم الكنسية، وكان يكثر من قراءة أخبار القديسين، فتشبعت نفسه بسيرتهم الطيرة ومالت إلى الرهبنة، فترك أبويه وقصد برأي القديس مكاريوس وترهب عند الأنبا زكريا الإغيموانس، وكان ملاك الرب قد سبق فأعلم الرب الآب الشيخ بقدومه، فقبله فرحا. في أحد الأيام رآه أحد الشيوخ القديسين في الكنيسة فتنبأ عليه قائلا سيؤتمن هذا على كنيسة المسيح، وحدث أن طلب الأب البطريرك بذلك الوقت راهبا ليكون كاتبا له وكاتما لسره، فأثنى الحاضرون على هذا الأب الفاضل إسحاق فدعاه وأعطاه كتابا بكتبه يكتبه، فأفسده عمدا حتى يخلي الأب سبيله لأنه كان زاهدا مجد الناس. فلما علم الأب بقصده قال له حسنا كتبت فلا تبرح هذا المكان، ولما تيقن أن الأب البطريرك لن يخلى سبيله استخدم ما له من العلم والكتابة وظهرت فضائله، ففرح به البطريرك جدا، ولكن لشغفه بالوحدة عاد بعد حين للبرية. ولما دنات وفاة البابا يوحنا طلب من السيد المسيح أن يعرفه بمن يجلس بعده على كرسي القرادة، فقيل له في الرؤيا إن تلميذك إسحاق هو الذي يجلس بعدك، فأوصى الشعب أنه بإعلان إلهي وبأمر الرب سيجلس إسحاق على الكرسي بعده. فلما تبوى هذا الأب الكرسي المرقسي استضاءت الكنيسة وأخذ في تجديد الكنائس من كثيرة، منها كنيسة القديس مرقس الإنجيلي وقلاية البطريركة، وقد قاس شدائد كثيرة وأقام على الكرسي 3 سنين ونصف، ثم تنيح بسلام. صلوات تكون معنا آمين، ولربنا المجد الدائم.